احنا رايحين بورسعيد، تيجي معانا؟ متشكر. مسافرين يومين ثلاثة كده، منها شغل ومنها يعني نشم هوا. مالكش مزاج؟ لا معلش. ليه يا شريف؟ دي هتبقى رحلة ظريفة قوي. طب قول لي أخبار عربيتك إيه؟ عربيتي بتتصلح. كل يوم بتتصلح؟ أنت عملت بيها حادثة تانية؟ لا ما عملتش حادثة ولا حاجة، بغير لها الكاوتش وفيها شوية حاجات بسيطة كده. طب اسمع ما أقول لك، أنا هسافر وهسيب عربية مرسيدس في الجراج مش بتاعتي، فاهم؟ بقول لك إيه؟ العربية مش بتاعتي، بتاعت نافع بيه، هيبيعها وأنا هشتريها ولسه ما قررتش، أوعى تهوب ناحيتها. معقولة يا زهران؟ شريف هيركب عربية مش عربيتنا؟ أكيد هيحاول يصلح عربيته أو يتصرف، لكن مش ممكن شريف يعمل كده أبدا. أرجوك يا مدام، أنا أعرف كويس جدا أعمل إيه وما أعملش إيه. الله مش الله محتاج الله نصايح من حد. الله الله الله، هي الطريقة اللي بتتكلم بيها دي حق عليها اللي بتوجهك؟ توجهني؟ أيوة توجهك، وما أحبش أبدا إنك تكلمها بالطريقة دي، ولازم تسمع كلامها وتنفذه كمان. أنت فاهم ولا مش فاهم؟ خلاص مش كده يا زهران. أنا لازم أعلمه الطريقة اللي يتكلم بيها. أنا استحملتك كتير كتير قوي، لكن بعد كده هطلع القديم على الجديد. أنت فاهم ولا مش فاهم؟ لا مش فاهم. لازم تفهم زهران. أنت بتضربني يا بابا علشان اخرس زهران؟ أنا ماليش ذنب يا شريف. اوعى اسمعك تجيب سيرتها على لسانك، أنا دلعتك كتير لكن أنا هعرف إزاي أربيك. خلاص يا سعادة البيت. يلا يا زهران اخذوا الشيطان يا جماعة. أنا ورايا دلوقتي اللي أهم منك، لكن لما أرجع أنا هعرف شغلي معاك. أنا حر أعمل اللي أنا عاوز أعمله. خلاص ما بقاش في حد بيحبني. يا شريف يا أخي ما تنساش برضو إن ده أبوك. أبويا ضربني علشانها يا كرم، هزقني وبهدلني. أنا مش هسكت لهم، أنا لازم أولع لهم في البيت. اهدى بقى يا شريف، اهدى أمال بس. اهدى يا محمود، مش هما راحوا يتفسحوا ويتبسطوا؟ أنا بقى أخدت العربية بالعند، هفرح وابسط واتفسح على مزاجي، هعمل كل حاجة ومفيش أي حاجة هتهمني. أنت فاهم ولا مش فاهم؟ خلاص مش كده يا زهران. أنا لازم أعلمه الطريقة اللي يتكلم بيها. أنا استحملتك كتير كتير قوي، لكن بعد كده هطلع القديم على الجديد. أنت فاهم ولا مش فاهم؟ لا مش فاهم. لازم تفهم زهران. أنت بتضربني يا بابا علشانها؟ اخرس. أنت مش كنت دايما تقولي خليكي واقعية؟ مش هو ده الواقع؟ مش هي دي الظروف؟ بس انا محتاج لك عزة، وما لقيتش قدامي غير الحل ده، وانا محتاجه لك يا محمود، محتاجه للحب والامان. بس الهروب مش حل، الهروب خوف وعجز. انا ما اقدرش اعيش طول عمري هربانه. انت عايز تنام ولا ايه؟ يا ريت يا ريت، نفسي لما احط دماغي انام فعلا. الله 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 الله، انت ما بتنامش ولا ايه؟ نفسي يا زكي ادوق طعم النوم الحقيقي، نفسي انام ليله من غير قلق زي بقيه الناس. ليه ما سبتوش؟ العربية اتقلبت،
كان فيها ناس واتقلب. يا اخي اسكت بقى. اسكت. انا خايف يكون حد لقط نمره العربيه يا كرم. انا خايف لا يكون حد مات ولا جرى له حاجه. خايف على ناس تانيه؟ طب وانا؟ انا حاسس ان ظهري اتخلع ورجليا مش حاسس بيها خالص. والناس، الناس اللي في العربيه والمصيبه اللي احنا فيها يا محمود. العربيه دي مش بتاعتنا يا كرم. ده ابويا لسه ما اشتراهاش. وده اللي انا كنت بفكر فيه دلوقتي. دي تمنها 20,000 جنيه والعربيه اتبهدلت ومش عارف هتصلح ازاي. قول للافندي اللي مش حاسس بالمصيبه دي. مصيبه يا كرم؟ يا كرم انا اكتر واحد فيكم حاسس بالمصيبه. وبعدين يا جماعه احنا هنتخانق ولا ايه؟ مش عاوز ابويا يعرف ان العربيه اتبهدلت بالشكل ده. لازم نتصرف. قولوا لي يا جماعه ايه الحل؟ ترى الناس اللي في العربيه جرهم ايه؟ اتعوروا ولا ماتوا؟ لو كان حد لقط نمره العربيه هتبقى مشكله، ولو ابويا عارف هتبقى مشكله اكبر. احنا ايه اللي خلانا نعمل كده؟ انا ابتديت اخاف. انا خايف من المشاكل اللي هنسببها لاهالينا والمشاكل اللي حصلت لنا بسببهم. ما فكرتش فيها؟ ارجوك يا محمود سيب الحكمه دلوقتي على جنب وخلينا نفكر في حل للورطه اللي احنا فيها دي. اسمع بقى انت وهو، احنا مش في درس فلسفه ولا موعظه. انا مش عايز اسمع قصه حياه كل واحد فيكم. شوفونا هنتصرف ازاي. العربيه لازم ترجع زي ما كانت ودلوقتي. دلوقتي ايه بس؟ اولا الوقت متاخر جدا، ثانيا دي محتاجه فلوس وفلوس كتير. فلوس؟ انا معيش يا دوب غير 100 جنيه بصرف منهم، ومش معقول اروح استلف من امي. طيب قوم تعالوا نخرج دلوقتي وبعدين نبقى نفوت على زكي الميكانيكي يشوف لنا اي حل. يلا. يا سلام، ايه رايك بقى يا انعام في البلد دي؟ هايله، الجو فيها جميل قوي. لا ولسه لما تشوفيها بالنهار جو ممتع. في حاجة أنا قلقانة على شريف. ما كانش لازم أجي معاك وأسيبه لوحده، خصوصا في الظروف اللي هو فيها دي. وأنت ما كانش لازم اللي حصل بينك وبينه ده يحصل ابدا يا زهران. انا كمان ما كنتش احب ان ده يحصل. انت اتسرعت وضربته بالقلم، وده شاب برضو. الغضب ممكن يخليه يفكر في اي حاجه غلط. زي ايه يا انعام؟ العربيه متبهدله يا جدعان. معلش بقى اصل زكي واللي حصل ساره دي عاوزه شغل كتير. المهم يا اسطى السرعه، بس الاول عاوزين نعرف هتتكلف كام. ما انا مش عارف اذا كنت انا اللي هعملها ولا لا. احنا عايزين رايك بس، يعني تفتكر هتتكلف قد ايه عشان ترجع زي ما كانت؟ يا اسطى العربيه لازم ترجع زي ما كانت. ايوه اصل العربيه دي حتى مش بتاعه والده، ده لسه ما اشتراهاش. عشان تطلع زي ما كانت ولا اللي طالعه من الاجانس تتكلف لها 1,000 جنيه. بس ده مش كتير اصلا زكي. يا كرم ما انت عارف قطع الغيار اليومين دول غالي قد ايه. طيب المهم عندنا بقى انها تخلص بسرعه. اسبوع ممكن. اسبوع؟ اسبوع ده ايه؟ دي لازم تخلص في وين بالكتير والا تبقى كارثه. خلاص ماشي، كلامك امر يا عظمه. هنعمل ايه في الفلوس؟ المهم دلوقتي العربيه لازم تخلص وترجع زي ما كانت قبل ابوك ما يجي. واذا كان على الفلوس هيتدبر باي شكل. انا اسفه قوي يا زهران. اسفه على ايه يا انعام؟ على اللي حصل بينك وبين شريف بسببي. وانت ذنبك ايه؟ الذنب ذنبي انا اللي داديته ودلعته واديته الفرصه انه يتجاوز حدوده. يا ناري لو ما كنتش مسافر انا كنت عرفت ادبته. لا يا زهران انا برضو غلطانه،
ما كانش في داعي ابدا اتدخل بينك وبينه. وبعدين شريف معذور لسه ما فهمنيش كويس وبيعاملني على اني مرات اب من اياهم. لا يا زهرة، مهما حصل بينك وبينه ما كانش المفروض تضربه بالقلم ابدا. ايه ده، انت يعني عايزانا طبطب عليه؟ ايوه، في الظروف دي بالذات المفروض انك تطبطب عليه. شيء غريب انك دايما تدافع عن شريف عمال على بطال. انا مش بدافع عنه يا زهران، انا بقول انا غلطانه. انا فعلا ما قدرتش ظروفه وما قدرتش احاسيسه، وانت كمان اتسرعت. انا حاسه ان كل ده بسبب يا زهران. برضه بسببك؟ ايوه. ارجوك يا زهران، انا عايزك تحط ايدك في ايدي عشان ناخد بايد شريف، وبدل ما نبقى اتنين اصدقاء نبقى تلاته. انا استحملتك كتير كتير قوي، لكن بعد كده هطلع القديم على الجديد. انت فاهم ولا مش فاهم؟ لا مش فاهم. لازم تفهم زهران. انت بتضربني يا بابا علشان اخرس زهران؟ انا ماليش ذنب يا شريف. اوعى اسمعك تجيب سيرتها على لسانك. انا دلعتك كتير، لكن انا هعرف ازاي اربيك. شكرا. مدام ماريكا. خير مسيو كرم؟ خير ان شاء الله. والله ما عارف اقول لك ايه. احنا طبعا نعرف بعض من مده طويله ونعرف بعض كويس، وتقريبا احنا في البانسيون ده زي ما نكون فاميليا واحده. طبعا مسيو كرم، احنا هنا في البانسيون دي كلنا زي الاخوات. اخوات؟ ايوه بالظبط كده. ايه مسيو كرم، احنا زينك في حاجه؟ انت عاوز تسيب البانسيون؟ اسيب بانسيون؟ هسيبه واروح فين؟ ده انا لسه حتى بقول لك ان احنا يعني تقريبا في فاميليا واحده. طبعا مسيو كرم. عشان كده بقى يا مدام ماريكا، انا يعني محتاج فلوس. فلوس؟ سلف يعني، وهردها لك تاني ان شاء الله. تخت امرك مسيو كرم. عاوز كام؟ 10 20 زي ما انت عاوز. لا 10 ايه و20 ايه، ده انا محتاج مبلغ كبير قوي. كام؟ 500 جنيه. يعني لو لقيتي اكتر احسن، لاني محتاج فلوس ضروري. 500 جنيه؟ بلاش حتى تجيبيهم كلهم، يعني اتصرفي في اللي معاكي وانا هتصرف في الباقي. سوري مسيو كرم. سوري ليه يا مدام ماريكا؟ انا مش ممكن اقدر اديلك اكتر من 50 جنيه. 50 جنيه ايه بس؟ هو الفلس ضارب للدرجه دي في البانسيون؟ ولا انت بقى مش مستأمناني ولا ايه؟ لا مش تقولي كده مسيو كرم، انت مش عارف انا يخبك قد ايه، وانا مش ممكن اتاخرت عليك. بس انت عارف الزبائن اللي في البانسيون دي كله على قد خاله، في اللي بيدفع وفي اللي بيستنى سوايا، انا صار عنده ظروف. عندك حق، انا عارف. ما تزعليش مني مسيو كرم. انت مش يعرف انا يخبك قد ايه، انا يخبك كتير مسيو كرم. انا اسف مدام ماريكا، اسف على نورته. خدي مسيو كرم 50 جنيه دول، وكمان واخد سهر انا جبت فلوس تاني. 50 جنيه ايه وشهر ايه؟ ده انا محتاج الفلوس ضروري النهارده، بالكتير قوي بكره. عشان ايه مسيو كرم؟ اصلا انا عندي ظروف مش مهم تعرفيها دلوقتي، المهم ان انا مورود ومحتاج. على العموم كتر خيرك، انا متشكر قوي.
خلاص بقت تنام بدري، ما بقتش تسهر زي زمان لما كانت بتستناني وتشاور لي. يا ترى بتفكري في ايه دلوقتي يا عزة؟ بتفكري في خطيبك، في الشقة الحلوة اللي هتكون ملكك، في الدنيا الجديدة اللي ما فيهاش زحمة ولا كفاح. خلاص معقولة بالسرعة دي الناس ممكن تتغير؟ معقولة الإنسان يعيش من غير ماضي، يضحك على نفسه ويعمل نفسه ناسي؟ طب والأيام اللي فاتت والكلام اللي اتقال والقلب اللي كان بيدق والدموع اللي كانت في العيون، دموع الحب واللهفة؟ خلاص القلب مبقاش يدق، بقى حجر، والدموع اتمسحت خلاص والكدب خد مكانها. كانت دموع تماسيح. تكونش الدنيا كده وانا اللي غلطان؟ معقولة الأحلام والأحاسيس البكر دي تكذب علينا؟ معقولة الدنيا بتكذب علينا ولا احنا اللي كذابين؟ زي ما قلت لك يا انعام، انا ما يهمنيش الناس تقول ايه. الجفوه اللي بيني وبين شريف موجوده من زمان. من زمان؟ ايوه من زمان، بس كانت مستخبيه. عملت كل الطرق عشان ما افجرهاش. كنت بحسها من معاملته معايا عشان انفصلت عن امه. حاولت كتير اخرجه من افكاره الغريبه دي، ما عرفتش. قعدت ادلعه وداديه، وانا مش فاضي بقى للدلع والتدليل. انا هربي من جديد. زهران، ممكن اطلب منك طلب؟ تحت امرك. انا عايزك تنسى اللي حصل بينك وبين بعض. انساه؟ ايوه، لما نرجع عايزين نفتح صفحه جديده ونبقى اصدقاء زي ما اتفقنا. انا ما اخبيش عليكي، دايما بيخليني قلقان وعايش في توتر، وانا ما احبش اعيش في قلق وتوتر. معلش، اذا كان على شريف سيبه علي انا، ان شاء الله كل شيء حيتصلح. امال العربيه فين يا استاذ شريف؟ العربيه عند السمكر، قصدي عند الميكانيكي. تبقى عملت بيها حادثه؟ حادثه ايه يا عم سند؟ لا، انا اخدتها علشان اروح بيها مشوار، فلقيت الفرامل مش مظبوطه فوديتها عند الميكانيكي علشان يظبطها. طيب وما جبتهاش معاك ليه؟ ده زهران بيه سايبها لي امانه. طيب قول لي هي فين وانا اروح اجيبها. انا اللي هجيبها. امتى يا بيه؟ امتى؟ هو انت هتحقق معايا هجيبها وقت ما اجيبها؟ طب افرض ان زهران بيه رجع دلوقتي، هقول له ايه؟ ما تخافش يا عم سند، بابا مش هيرجع دلوقتي، قدامه يومين ثلاثه. طب افرض ان نافع بيه صاحبها جه سال عليها وما لقاهاش، اقول له ايه؟ حرام عليك يا استاذ شريف، حرام عليك تقطع عيش. ده زهران بيه لو عرف انك خدت العربيه هيودينا انا وانت في داهيه. ليه تعمل فيا كده بس يا استاذ شريف؟ انا عملت فيك ايه؟ اسمع يا عم سند، بصراحه انا عملت حادثه بالعربيه، والعربيه اتبهدلت، وديتها عند السمكري، قال لي هتكون جاهزه بعد يومين، بس بعد ما ترجع انا مش عاوز اي حد يعرف حاجه عن الموضوع ده او اني اخدت العربيه، مفهوم؟ والا هنتورط انا وانت فيها، وانت حر بقى. يا دي المصيبه يا اولاد، يا دي المصيبه يا اولاد. Thank you.
ها عملت ايه يا كرم؟ اعمل ايه بس؟ ما قدرتش اتصرف. ليه؟ ما قدرتش تتصرف؟ ايوه، مالك مندهش كده ليه؟ هو في حد بيسلف حد تاني فلوس كتير كده بالسهوله دي؟ معاك حق، مش ممكن طبعا. والحل يا جماعه؟ انا حاولت يا شريف، دورت على اي حد يصلح العربيه واجل الفلوس ما لقيتش. ولا حد قصتهم؟ مش ممكن، محدش بيرضى في الفلوس بالذات. انا ياما حاولت استلف فلوس عشان اعمل لهم العمليه بتاعت عينيها، محدش راضي يديني. لا تشتغل بايديك يا محدش يديك، قدامكش غير حل من اتنين، تستنى بقى القدر والظروف اللي انت ما تعرفهاش، يا تمشي في سكه ملهاش نهايه. يعني ايه؟ خلاص المشكله اتعقدت؟ بلاش تيأس بسرعة كده يا شريف. يا كرم، ده أسخف موقف اتحطيت فيه في حياتي. يعني هضطر أروح لأمي علشان أستلف منها فلوس وجوزها يتريق عليا؟ لا لا، أنا اتسجن وما أعملش ده. الو، اهلا يا رحمي، ازيك؟ انا كويسه، انت اخبارك ايه؟ حاضر. طيب يا رحمي، مع السلامه. شريف، شريف، انت سرحت في ايه؟ لا ابدا، ما سرحتش ولا حاجه. شريفه، انت ليه بتعذبي نفسك؟ ليه دايما حاسه انك عملت ذنب وتحاسبي نفسك عليه؟ غصب عني يا رحمي، انا برضو امه. انا عارف، عارف ومقدر مشاعرك، بس تفتكري في حل؟ تفتكري في حاجة في ايديكي وما عملتهاش؟ حط نفسك مكاني يا رحمي، لو انت مكاني مش هتكون في نفس الموقف؟ مش بالظبط. شريف، شريف مش صغير، مش طفل صغير وانت سبتيه، بالعكس ده شاب كبير ولازم يفهم ويقدر الموقف. زي كده انه له بيت وعايش مع ابوه. ابوه اتجوز. من حقه يا شريفه. يعني بقاله مرات اب، اكيد الولد حاسس بالوحده والضياع. شريفه، تفتكري شريف ممكن يعيش معانا بعد ما نتجوز؟ انا لما لقيته زهقان وحاسس بالضياع بالشكل ده، بصراحة عرضت عليه الفكرة وهو اللي رفض. طبعا قالك انه مش ممكن يعيش مع جوز أم. ايوه. شريفة، افرضي ان شريف وافق يعيش معانا بعد ما نتجوز، مش برضو كنت هتاخدي رأيي؟ طبعا. بس انا بقى كنت هرفض. ترفض ليه؟ لأن شريف كبير مش صغير. شريف واللي زيه ممكن يفتح بيت. أنا مفيش قدامي غير حل واحد، إن أروح لحد من أصحاب بابا أطلب منه فلوس سلف يعني. طب وماله؟ يا ريت يا أخي. أيوة، بس أنا عمري ما جربت الحكاية دي ومحبش أجربها. أنا شخصياً معايا فلوس، بس أصلهم بتوع العملية بتاعت أمي، وبصراحة ما أقدرش أفرط فيهم. يا جدعان، أوعوا تفتكروني نادل، بالعكس ده أنا جدع قوي.
بس اصل بصراحه العمليه دي مهمه قوي لامي، نفسها تفتح وتشوفني، دي مستنياها النهارده قبل بكره. وبعدين انا كل اللي معايا 300 جنيه والعمليه عايزه 1000. طب والعمل يا كرم؟ ما تسالنيش، الورطه دي احنا فيها كلنا ولازم نفكر كلنا. انا شخصيا ما اقدرش اتصرف، هجيب منين؟ محدش قال لك هات حاجه يا محمود. انا بقول لازم نفكر كلنا مع بعض. ايوه نفكر في حل يخرجنا من الورطه دي، وفي نفس الوقت يحل لنا المشكلتين، مشكله الفلوس بتاع العمليه اللي لازم تتعمل لامي، ومشكله العربيه اللي لازم تتصلح. قدامنا لغايه بكره ولازم نكون شفنا حل. شريف انا لغيت سفري الماموريه اللي كنت حاوم بيها، حسيت ان انت محتاجالي، وحسيت كمان ان انا لازم اكون جنبك، وطوعت احساسي، بس مش عارف احساسي ده مظبوط ولا لا. طبعا يا رحم، انا فعلا محتاجه لوجودك جنبي. يعني مبسوطه ان انا مش مسافر؟ بس شغلك هيتعطل. يا ستي الشغل ممكن حد تاني يعمله، بس في حاجات مهمه مش ممكن تتعوض. رحمة، انا قلقانه قوي على شريف وخايفه معرفش ليه. هو شريف كلمك ولا انت اتكلمتي معاه؟ ما بيقعدش الايام دي في البيت، معرفش ليه. طب باباه ما قالكيش ليه؟ بابا خد عروسته وسافر، وساند هو اللي قال انه ما بيقعدش في البيت. يمكن بيذاكر مع حد من اصحابه. ما بيحبش يذاكر مع حد من اصحابه بره البيت، الموضوع مش موضوع مذاكره، اكيد في حاجه تانيه شغلاه. زي ايه؟ مش عارف. يعني بيحب يعني؟ ليه لا؟ بس الحب مش هيكون له مصدر ازعاج ولا عذاب. شريف انت مش ملاحظه ان احنا كل ما نتقابل ونقعد مع بعض ما بنتكلمش عن حاجه تخصنا احنا الاثنين بس؟ انا اسفه يا رحم، فعلا كل ما نتقابل نتكلم عن مشاكلي انا وشريف، انا اسفه. لا لا ما فيش حاجه، ما تقوليش كده، انا مش قصدي. ما هو لما نتقابل لازم لما نتكلم نجيب سيره شريف وكل حاجه تخصك. طبعا مش انا لازم اشاركك في كل حاجه تخصك، بس انت كمان لازم تشاركيني في اللي يخصني واللي انت لسه ما تعرفوش. معاك حق يا رحم، معاك حق، بس انا انت عارفه ايه اللي تعبك يا شريفه؟ عقدة الذنب، حاسة إن أنتي بتعملي حاجة حد هيلومك عليها، ومحرجة من ابنك لأنك هتتجوزي راجل هياخدك منه ويشاركك الحب ويشاركوا حياته. أنا ماشي على العلاج اللي قال عليه الدكتور، بقطر القطرة وكل حاجة في مواعيدها علشان خاطرك يا حبيبي. ربنا يخليها زينب، مش مخلياني عايزة حاجة. ولا فرحتها، فرحتها اللي مش سايعاها من ساعة ما عرفت إنك بعد ما هتعمل لي العملية هترجع لنا وتعيش معانا. نفسها إنك ترجع يا كرم، ونفسها ان عينيا تخف. انا كمان نفسي اعمل العمليه ونفسي عينيا تخف علشان خاطرك انت يا حبيبي، انت اللي طلعتها في دماغي لما لقيتك عاوزني اخف وارجع اشوف.
كل ما صلي دلوقتي وادعي لك ادعي ان ربنا يشفي عيني وارجع اشوف. بس ارجع واقول انا خايفة لك كن ورطت نفسك يا ابني. ورطت نفسي ازاي بس يا اما؟ في الفلوس يا ابني. لا من الجهادي ما تخافيش، انا بتصرف وهانت، بس المهم انت تمشي مظبوط على العلاج لغايه ما يجي وقت العمليه. لازم تتعمل العمليه يا اما، لازم تخفي وتشوفي، وهرجع لك من تاني، هعيش معاكي على طول. صحيح يا كرم، انا مش مصدقه نفسي دلوقتي ابدا، مش مصدقه نفسي انك بعد ما هتعمل لي العمليه هترجع وتعيش معانا. لا هرجع لك يا ام، هرجع ومش هسيب البيت ده ولا الحته دي. وزينب كمان. زينب بقى هتعيش معانا هنا، عارفه انا هبني لكم هنا شقه جديده في السطوع ده، شقه جديده كبيره، ونعيش بقى. اشتغل واتعب ونعيش، وانت تشوفي برجع اشتغل زي زمان. بس تعيلي يا امه. ده عيالك يا ابني، ليل ونهار بدعيلك ان ربنا يخليك ويكفيك شر ولاد الحرام. مش موجود. جالك كلام؟ بقول لك الواد ده بيلعب من ورانا، انت مش مصدقني. ما هي باينه هي زي الشمس. انت مش طلبته عند مدام مريكا؟ ما لقيتوش؟ ايوه، جايز يكون عند امه. وده وقته بقى؟ معقوله يعني يسيب الشغل ويروح يقعد عند امه؟ جايز يكون عند حد من اصحابه، مش عرفنا. بقولك ايه؟ الله، انا عارف نمر التليفون زهران بيه، مش زبون عندنا. اكلم شريف ابنه، واذا كان كرم هناك اخليه يجي لنا. الو، اهلا استاذ زكي. كرم؟ لا مش موجود عندي. تحت امرك. ها قول يا استاذ زكي، اخبار العربيه ايه؟ كله تمام يا حلاوه، بس بقول ايه، احنا عاوزين فلوس. العربيه محتاجه شويه حاجات وعاوزين نشتريها. ومال هاوي الف سلامه حلاوه، مع الف سلامه. الو، ايوه مدام، انا شريف صاحب كرم. استاذ كرم موجود؟ لا متشكر قوي مدام، بس ارجوك لما يرجع قولي له شريف اتصل بيك. متشكر، مع السلامه. شريفه، انا لازم اكون صريح معاكي. لو انا حسيت ان انا دخيل عليكي او بسبب لك اي الم او ازعاج، أنا مستعدة أنسحب فورا من حياتك وبكل هدوء. لا يا رحمي، لا،
ازاي تقول كده؟ لا انت لا مصدر الم ولا ازعاج، ده انت اللي هترجع لي حياتي اللي محتاجه عيشها، يبقى ازاي تخرج من حياتي؟ انا مش عايزك تعذبي نفسك يا شريفه، العمر قصير ومهما كان قصير لازم نعيشه، والحياه حلوه، حلوه قوي ولازم نعيشها. خلاص يا رحمي، مفيش حاجه هتشغلني عنك، انا ما عملتش حاجه غلط، ما قصرتش في حاجه، انا عايز اعيش ومن حقي اني اعيش. مفيش اخبار يا بيه، والعمل ده انا ما نمتش طول الليل. طب بس لو تصارحني بالحقيقه يمكن اقدر اتصرف. اتصرف ازاي بس يا عم سند؟ افكر معاك، اعمل حاجه، نلم الحكايه قبل ما تكبر. يا عم سند زي ما قلت لك العربيه متبهدله ومحتاجه مبلغ كبير كبير قوي، وانا ما معيش. يعني كام؟ 30-40 جنيه؟ ان كان على كده انا ممكن اتصرف. 30-40 جنيه يا عم سند؟ بقول لك مبلغ كبير كبير قوي. ده خبر زي بعضه، يعني حكايه كبير، يعني انا رحت في داهية. وبعدين يا عم سند انا اعصابي بايظه ومش مستحمل حد ولا حاجه. خلاص انا هتصرف، الليله دي لازم اتصرف. لكن حكايه غريبه قوي حكايه العربيه دي. انهي عربيه؟ عربيه ايه يا ابني؟ ما توضح كلامك، ما احنا بنشتغل في عربيات كتير، ايش بيع وايش شراء وايش تصليح وايش استلقاط. انا قصدي على عربيه صاحب كرم. شريف مال بقول يعني ان العربيه دي حكايتها غريبه قوي. انت كل حاجه عندك غريبه. بس يا اخي ازاي جدع كرم ده قدر يصاحب الجماعه الطلبه بتوع الجامعه دول؟ اللي يمشي يا ما يشوف. واد يا اخي جدع قوي، عرف يلم العيال دول تحت باطه. شغل يحب الخفيه. على رايك. وهي كمان الجماعه الطلبه بتوع الجامعه دول هم دلوقتي اللي بتلاقيهم راكبين عربيات. دلوقتي اول ما يطلع في نفوخهم ان هم يتفسحوا شويه تلاقيهم يروحوا مستلقطين اي عربيه واقفه لوحدها يركبوها ويتفسحوا بيها. طب خلونا احنا ايه بقى يا اولاد الكار؟ انا بقول ايه، ما دام العربيه طلعت مش بتاع الزهران بيه، طيب ما نشقر عليها. انت هتعض في كرم تاني؟ انا؟ مش شريف صاحبه هو اللي متولى العربيه؟ صحيح، انا ما كنتش واخد بالي من الحكايه دي، بس انا يعني كان قصدي المصلحه. لا فيك الخير، انا عارفك انك بتدور على المصلحه. فيك الخير يا مفك. الو، اهلا يا استاذ زكي. انا كويس، انت اخبارك ايه؟ ها امتى؟ كنت عند امي. بقولك ايه، انا عايزك ضروري. ها انت موجود؟ طيب لا، لما اجي لك هقول لك. عايزك في حاجه مهمه، انا جاي لك طوالي. ماشي حضارة، مع السلامه. اهلا يا كرم. اهلا يا استاذ. تشرب شاي ولا ايه؟ لا ابدا، مفيش داعي، انا جاي اتكلم معاك شويه. تحت امرك. خير؟ انا اصلي عايزك تقف جنبي في موضوع العربيه.
اقف جنبك، ده انا رقبتي سداده وانت عارف. طب يا استاذ زكي انا عايز العربيه تتصلح وبسرعه، بس مفيش فلوس. مفيش فلوس؟ ايوه بس يا كرم انت عارف ان العربيه دي مش بشتغل فيها لوحدي، انا معايا ناس والناس عاوزه فلوس. ما انا جايلك عشان كده يعني، مش ممكن تدبر الفلوس دي باي شكل؟ دبرها لمين؟ شريف. ايوه شريف ده صاحبي ولازم اقف جنبه. مش عارف يا كرم انت عاوز فلوس عشان تعالج والدتك ولا هنتصرف في فلوس عشان خاطر عربية غيرك؟ شريف ده صاحبي زي ما بقولك، وبعدين بصراحة أنا اللي ورطته في الموضوع ده، أنا اللي كنت بسوق العربية وأنا اللي عملت الحادثة، وفوق ده وده العربية مش بتاعته وبتاعت أبوه وبينهم مشاكل، يعني هيحصل مشاكل كتير بسبب الموضوع ده. غير كده بقى كمان أنا شخصيا مش عارف الناس اللي كانوا في العربية التانية جرالهم إيه. إيه ده؟ يعني العربية وراها مشاكل؟ جايز حد لقط نمرة العربية؟ جايز، عشان كده أنا يعني. لا لا يا كرم، العربية دي وراها مشاكل، إذا كانت هتجيب لنا مصايب مفيش داعي، إحنا نزوحها من عندنا خالص، والباب اللي جيلك منه الريح سد واستريح. حلمت حلم غريب قوي. خير ان شاء الله يا زين. ويا ترى حلمتي بمين؟ حلمتي بيكي وبكرم. خير يا بنتي؟ خير اللهم اجعله خير. قال حلمت ان كرم شايلك على كتفه وعمال يجري، قال وانا بجري وراكم علشان احصلكم، مش قادره يا نينا، بس كان كرم عمال يبص وراه زي ما يكون خايف من حاجه وبينهج وبيترعش. من ايه؟ اصل كان فيه ناس بتجري وراه. ناس بتجري وراه؟ ناس شكلهم وحش قوي يا نينا، الشر كان مالي عينيهم. يا ساتر يا رب. وبعدين يا زين؟ فضل يجري وانا اجري وراكم علشان احصلكم، مش قادره، والناس برضو بتجري وراه، وكلاب يا نينا، كلاب عماله تجري وراه وتهوهو. وبعدين حصل ايه؟ هو ده بس اللي شفته. صحيت من النوم لقيت نفسي خايفة والدموع مالية عيني. اللي غيظني إن صحيت قبل ما أكمل الحلم، كان نفسي بس أعرف إيه اللي هيحصل. لو ليه يا نينا تفسير الحلم ده إيه؟ خير يا بنتي، ربنا يجعله خير. ما تقولش كده يا شريف، احنا معقول هنسيبك مولود لوحدك؟ ما احنا معاك، ولا ايه يا محمود؟ طبعا احنا لازم نخلص من المصيبه دي باي شكل. انا شخصيا مش عارف اذاكر. يعني انت مقتنع دلوقتي ان احنا مولودين كلنا ولازم نشوف حل؟ طبعا، بس من غير ما ندخل في ورطه جديده. لا 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 لا، مفيش ورط، احنا هنجيب الفلوس وهنحل كل مشاكلنا. ازاي؟ هقول لكم ازاي. ايه يا ابني؟ مين الراجل اللي قاعد هناك ده؟ هو انا مش عرفني. ثم احنا مالنا يا عمنا؟ احنا مالنا ازاي؟ يا جماعه ما تخلونا هنا، احنا في ايه ولا في ايه؟ على رايك يا سي محمود يا حكيم قوي. اهلا 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 اهلا. منور يا شريف بيه. اهلا. مين بقى الراجل اللي انت مشغوله بيه قوي كده ده؟ انا مشغوله مع كل الناس، مش لازم نرحب بضيوفنا؟ لا بس واضح انك مشغوله بالاخ ده بشكل خاص يعني. اه
ده راجل طيب، زبون قديم وصاحب مدير المحل، كل ما يكون فاضي يجي يقعد شوية وبعدين يكمل قعدته مع المدير، أصل في بينهم أعمال وبيوصينا عليه طبعا. آه يعني راجل طيب زي عمانة مدير المحل، رجال أعمال مع بعض بقى. أديك فهم. آه على فكرة ده باين عليه سقعة قوي. من حقه، هو اسمه ايه؟ هنداوي بيه عبد السلام، صاحب اكبر محلات لقطع الغيار. غيار ايه؟ غيار السيارات. اهلا، هما ورانا يا كرم. وانت تعرفه ولا ايه؟ يعني وحتى اذا ما كناش نعرفه نتعرف في بعض يعني. قشطه، سعاده البيت. ها طلباتكو ايه؟ ده احنا طلباتنا كتير قوي. النهارده بقى على حساب هنداوي بيه. على حساب مين؟ هنداوي بيه عازمكم علشان عارف انكم صحابي. لا يا ستي، متشكرين. الله 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 الله، انت ايه هتقطع علينا ليه؟ ما تسيبنا نسترزق. ايه متشكرين دي؟ الراجل بيحيينا، لازم نرخيه، ما صحش نكسفه. ما بديهاش بقى، الظاهر لازم اقوم اشكره بنفسي. يا كرم انت تعرفه؟ يا جدع افهم، خليك حاضر. امال الراجل بيحيينا في السوق كده، هو يحيينا واحنا نلغيه مع بعض يعني. جاي لك يا سعاده البيع. ربنا يكرمك. طلباتكو ايه؟ اي حاجه ساعه. تحت امرك. الواد عجيب قوي، بس واد جدع فهلاوي. اهدي العيال اللي تسلك، مش انت شريف. انا خايف. خايف؟ خايف من ايه؟ انا مش مطمن اللي هيحصل لله ده شريف. لا جمد قلبك وما تخافش. مش عارفة كرم ما جاش ليه. ضروري هيجي منين؟ أنا قلبي حاسس إنه هيجي. أنا قلبي مخضوض عليه. وأنا كمان يا نينا، لو يطب علينا دلوقتي. أنا بفرح قوي لما بيجي يا نينا، هفرح قوي. ربنا يجيبه بالسلامة. مش عارفة أنا الليلة دي قلقانة عليه ليه؟ ليه يا نينا؟ خايفة لما يجيش. إن شاء الله هيجي. تعالي يا نينا، تعالي أنت ارتاحي. ده بيفرح قوي لما بيجي ويطمن عليك. معلش يا نينا، أنا اللي قلقتك. قلقتيني؟ من ساعة الحلم اللي حكيته لك. بس والله انا ما كنت عايزه احكيهولك، انما قلت لا. اصلا انا ما بحبش اخبي عليكي حاجه ابدا. مش انت اللي بتفسري لي احلامي؟ ايه احلام يا بنتي، الواحد طول ما هو عايش بيحلم، بس المخبي محدش يقدر يعرفه غير ربنا. ربنا يطمني عليك يا كرم يا ابني. يا رب انت اللي عالم بالمكتوب. يا رب انت اللي عالم بحالي.
ايه الحكايه؟ يعني كرم عجبته القعده مع الراجل ده قوي. بعدين يا محمود ما تقلقش بقى، خلي كل شيء يمشي مظبوط. بصراحه شريف انا مش مطمن، انا قلقان. بعدين يا محمود بطل قلق، مش عاوزين نروح في داهيه يا اخي. هنداوي بيه عزمكم بكره على العشاء. عشاء يا كرم؟ بس خلاص انا شخصيا مريح له وعمانه. واضح انه حبك قوي. وحبكم انتوا كمان، ده بيحبكم قوي. وبعدين ايه عمانه ده راجل ابن بلد وجدع وفهيم ومعرفه من زمان، كنا بنقلب مع بعض في السوق يعني. هينفعنا قوي قوي. يلا بينا بقى، والناس كلها لسه قاعده كده بالمحل ما يشطب عشان يشوفونا واحنا خارجين. يلا ايه هتعمل ايه؟ هتحاسب ايه؟ ما خلاص هنداوي بيه. ايوه بس لا لا مفيش بس، هنداوي عزم خلاص. هيبه يلا حبيبي يلا بدري يا بهوات.